السبب الاهلاوي اللي نفسك يروح الزمالك؟ ما بعترفش قوي بالقصه دي بصراحه، بالذات من الاهلي والزمالك. انا ما بحبش لا ده يروح هنا ولا ده يروح هنا الحقيقه. ما وبعدين بصراحه مستوى لعيبه الاهلي الموجوده حاليا ما فيهاش حد يروح الزمالك هينفعنا قوي يعني بصراحه، يعني بامانه. محمد الشناوي بس قد يكون هو افضل لاعب في الاهلي. كان نفسك بعد الطعنه اللي عمله مرتضى منصور يرجع تاني للنادي؟ لا بقى، ما انا عن نفسي كشخص هشام يعني ما باخدش الامور بالمنطقيه دي. انا عارف من الاول الاستاذ مرتضى منصور تم القضاء عليه خلاص، ومهما يعمل مش هيرجع. ايه السبب؟ عشان المنافس يكسب كل حاجه.